أهلا وسهلا بكم أعزائنا الكرام في قناتنا لافي نيوز. الرجاء الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في نشرتنا لليوم سنتطرق إلى أولا قضية الدكتور ناجي جلول وحقيقة وتفاصيل مثوله أمام فرقة مقاومة الإجرام، كما أننا سنتطرق في الخبر التالي إلى حقيقة الاستنفار والتعزيزات الأمنية على طول الحدود التونسية الليبية ومسبباتها. أما في الخبر الثالث سوف نعرج على إذاعة موزايك وخطها التحريري الذي أصبحنا نحس أن هذه الإذاعة أصبحت تتسول الأصوات المضادة رئيس الدولة لاستضافتهم عندها، وسوف نقرأ عليكم أحد المقالات التي نشرتها اليوم. ينقد فيها الضيف الغير معروف رئيس الدولة ويتهمه بالبطولة الوهمية واستغلال حاجة الشعب ليصبح زعيما. فنتمنى منكم بعد الاستماع للمقال أن تكتبوا آراءكم في تعليقات، كما أننا سنتطرق إلى الاتحاد العام التونسي لشغل وخطواته التصعيدية في وجه الدولة. ننتظر أن نقرأ آراءكم في التعليقات حول دور الاتحاد. حسب رأيكم هل دوره بناء ومعين لدولة وهو صادق في دعوته أنه يدافع عن العمال، أم أن دوره العكس تماما؟ عقلت الدولة، استثراء قيادات، إبرام صفقات مشبوهة. يهمنا أن نعرف رأيكم في التعليقات. وفي خبر آخر مؤسف، غرق مركب للهجرة غير شرعية وانتشال عدد كبير من الجثث. ومعكم الآن التفاصيل. ناجي جلول أمام فرقة مقاومة الإجرام. أكد الدكتور ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني ووزير التربية السابق أنه على إثر وشاية كيدية مثل أمام فرقة مقاومة الإجرام بالجورجاني، وأفاد أنه وقع احتجاز هاتفه الجوالي، كما أضاف أنه صاحب قضية ولن تخيفه هذه الممارسات. وفي الخبر التالي أوردت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد 26 مارس 2023 أن وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلنت عن تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس. وذكر المصدر ذاته استمرار عمل قاطع العسة الأمني الصحراوي التابع لجهاز حرس الحدود من خلال تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي مع تونس من منطقة العسة إلى نقطة الأحمر. وفي الخبر التالي اعتبر أستاذ الفلسفة حماد بن جابلة خلال استضافته في برنامج جاوب حمزة الأحد 26 مارس 2023 أن ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 25 جوليا 2021 هو عمل وطني لإنقاذ البلاد مما كانت عليه من سوء. وقال كان ذلك مندرج في صميم وظائفه كرئيس جمهورية مؤتمن على سلامة الوطن التي في تلك الفترة في خطر. وأشار حماد بن جابلة إلى أن قيس سعيد يعتقد أنه لا يستتب له حكمه إلا إذا لعن شعبه، حيث يرى نفسه الوحيد المؤهل لتجاوز هذه المصاعب، وكأنما هو يستمد من المأساة التي يعيشها الشعب سبباً لبطولة وهمية على حد تعبيره. وقال لم ننتخب قيس سعيد ليفعل ما يفعل. صحيح أنه أخرج البلاد من السوء الذي كانت عليه، لكنه توقف عند ترديد ما يشكو منه كل مواطن تونسي، ولم ينهض بالبلاد. وتابع أعتقد أنه أضاع الفرصة على نفسه، كان يمكن له أن يصبح زعيما وطنيا، وأنا أريده أن يصبح زعيما، لما لا؟ وبخصوص تصريحات بعض الجهات الأجنبية حول وضعية تونس، شدد حماد بن جابلة على أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتقنا نحن، مؤكداً السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية، وبالتالي لا بد أن نصلح أنفسنا لنقدر على إجابة غيرنا. وفي الخبر التالي دعا الكاتب العام للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي لشغل وجيه الزيدي جميع نقابات نقل تونس إلى اجتماع عاجل غدا 27 مارس 2023 على 9:00 صباحا بمقر الجامعة. وأكد الزيدي في تدوينة له على حسابه على الفيسبوك عدم صرف أجور الأعوان والمنح، إضافة إلى عدم تقديم وصولات الأكل.
وكان وجيه الزيدي قد صرح لموقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي لشغل أن 7500 عون من نقل تونس دون رواتب، معتبراً ذلك سابقة أولى من نوعها. وفي الخبر التالي، تمكنت وحدات الحرس البحري بالمهدية ليلة البارحة من انتشال جثث 8 أشخاص وإنقاذ 11 آخرين من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء على إثر غرق مركبهم في رحلة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية. كما تم انتشال 19 جثة من طرف مركب صيد بحري تونسي 36 ميلا بعيداً عن السواحل التونسية بعد غرق مركبهم. وتم انتشال جثتين في سواحل صفاقس من طرف مركبي صيد بحري في عمليتين منفصلتين. وأكد مصدر من الحرس البحري أن مركب الهجرة السرية انطلق من سواحل مدينة جبنيانة التابعة لولاية صفاقس. تم التنسيق مع النيابة العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية في مباشرة القضايا العدلية والتنسيق مع الحماية المدنية والمستشفيات. شكراً على حسن المتابعة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وإلى اللقاء.